الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتستمر مع حضراتكم احتفالاتنا بليالي الشهر الفضيل شهر رمضان عبر موقع وزارة الأوقاف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا خلاله الصلاة والصيام والقيام. ونواصل مع حضراتكم من خلال هذا الشهر الكريم هذه السهرات الإيمانية، وسهرة الليلة نستهلها بفضل الله تعالى بهذه التلاوة القرآنية المباركة، وهي لما يتيسر من سورة يونس، تلاوة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة يونس تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في مستهل تقديمنا لهذه السهرة الإيمانية التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه الكلمة وهذا الحديث الديني وفضيلة الدكتور أسامة فخري من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعلى درجات السخاء وأكمل معاني العطاء قيمة الإيثار، هي قيمة إيمانية رصينة حث عليها الإسلام ورغب فيها ودعا إليها، وهي في أدق معانيها أن تقدم غيرك على نفسك في النفع والدفع، بمعنى في النفع له وفي الدفع عنه. ولذلك يعود أثر هذا الإيثار على الفرد والمجتمع. أما أثره على الفرد فهو تدريب لك على قيم البذل والعطاء والسخاء والجود والإنفاق وحب الغير، وفي المقابل يقضي على الأنانية والشح والبخل وما شابه هذه الأخلاق المذمومة. وأما أثره على المجتمع فهو أن الإيثار يرسخ قيم التعاون والحب والرحمة والتسامح والتكافل والتكامل وما شابه هذه الأخلاق، وفقه الشعور بالآخر بما يصنع معه مجتمعا مترابطا منسجما طاهرا زكي النفس، يحب بعضه بعض وكأنه كالجسد الواحد الذي أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذا المعنى فينا. هذا هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في ذات يوم أخذ 400 دينار وأعطاها لغلام له وقال له: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلكأ في بيته ساعة لتنظر ما يصنع بها. فذهب الغلام بها وقال له: يقول لك أمير المؤمنين ضع هذه في حاجياتك. فإذا بسيدنا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينادي على جارية عنده ويقول لها: اذهبي بهذه السبعة إلى فلان،
اذهبي بهذه الأربعة إلى فلان، وظل هكذا حتى أنفذها جميعا. رجع الغلام مسرعا ليخبر سيدنا عمر بهذا الأمر، فوجده قد أعد مثلها لسيدنا معاذ، فذهب إليه وأخبره بنفس القول السابق، فإذا بسيدنا معاذ يقول لغلام عنده: اذهب بهذه إلى فلان، اذهب بهذه إلى فلان، حتى أنفذها إلا دينارين، حتى إن امرأته قالت له: إنا مساكين فأعطنا. ويعود الغلام ليذكر لسيدنا عمر ما حدث، فقال عمر بن الخطاب مبتسما: هؤلاء هم الإخوة، بعضهم من بعض. الإيثار قيمة نبيلة ترسخ قيم الحب والرحمة والتسامح، فعلينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم. نسأل الله سبحانه: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. من فضيلة الدكتور أسامة فخري من شباب علماء وزارة الأوقاف، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة: أيها الإخوة المؤمنون، ويقول صلى الله عليه وسلم: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. في هذه اللحظات يطيب لنا أن نرفع أكف الدعاء والضراعة إلى الخالق عز وجل، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ محمد أبو سريان. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وآمن روعاتنا يا رب. يا صاحب الخلق العظيم، تحية بالطيب يعبق عطرها فواح. المصطفى خير الخلائق كلها، تمت بيوم مجيء فراح. ماذا أعدد والفضائل جمة، جف المداد وكلت الشراح. فضل وإحسان وفيض كرامة، نصر وفتح رحمة وسماح. رمضان جاء فطابت الأيام، رمضان جاء فطابت الأيام. مني إلى الشهر الفضيل سلام.
وترى الجموع به يجملها التقى ويزين أهل الله فيه صيام شهر سما بالمؤمنين إلى العلا واعتز من نفحاته الإسلام وترى الجموع به يجملها التقى ويزين أهل الله فيه صيام شهر سما بالمؤمنين إلى العلا واعتز من نفحاته الإسلام شهر أهلت بالمنى أضواؤه شهر عظيم كله إكرام سيدنا النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه.